اتحاد العام للمقاولات بالمغرب جد سعيد باش يشارك في هذا اللقاء رقم 15 ديال موسم ديال طنطان، وتنشكر شخصيا لا فونداسيون ايموكار على هذا الجوده ديال هذا التنظيم. واللقاء حول جرين ايفينمنت اللي دابا شفناه اللي كيعتبر المحور الاقتصادي ديال هذا الموسم، لقاء مهم. وحنا في الاتحاد العام لمقاولة المغرب لتذكير كانت لقاء في موريتانيا هذا 4 شهور ما بين ارباب العمل المغاربه ومع الاخوان ديالهم في موريتانيا، وهذه ستعتبر بحال ان كونتينيتي ديال اللقاء ديال 4 شهور. وحنا منفتحين باش نطوروا تجارب البارطاج ديال لي زيكسبيريونس ما بين البلدين على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد تكون الكفاءات والمهارات. ملتقى الاستثمار الاخضر بطنطان هو حدث دولي يعقد سنويا على هامش موسم طنطان، ويشكل بالنسبه لنا فرصه من اجل ابراز المؤهلات التي تتوفر عليها جهه قلمي مادون في قطاعات اقتصاديه متعدده، وهنا افكر في القطاعات الكلاسيكيه الفلاحه السياحة وكذلك الصيد البحري. حاولنا إبراز أهم فرص الاستثمار التي تتوفر عليها جهة قلمي ودون في هذه القطاعات، والتي تتجاوزها كذلك إلى قطاعات أخرى جديدة كتنمية تربية الأحياء البحرية، إنتاج الطاقة النظيفة، وكذلك قطاع اللوجستيك. هذا الحدث تعرف هذه السنة يعني إعلان شركة فرنسية ذات صيت عالمي في مجال إنتاج الطاقات المتجددة عزمها على إنجاز مشروع للطاقة الريحية على مستوى إقليم طنطان باستثمار يتجاوز 100 مليون أورو وبطاقة إنتاجية تتجاوز 68 ميجاوات.